النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول محاضرة في الأوتوكاد الـ3D أو الرسم ثلاثي الأبعاد على الأوتوكاد. زي ما شفنا في الرسم الـ2D أول جزء في المحاضرات بتاعتنا، بنفتح البرنامج عادي جدا، برنامج الأوتوكاد. طيب بعد ما فتحناه هنلاقي عندنا هنا في الجزء اللي فوق ده الأدوات اللي كنا بنستخدمها في الرسم الـ2D زي اللاين والبولي لاين والسيركل وهكذا. فعلشان أبتدي أرسم 3D باجي من تحت هنا، وعند علامة الترس بلاقي إن الاختيار اللي عندي هو Drafting and Annotation، وممكن عند بعضكم يكون موجود فوق، يعني لا الاثنين نفس الشيء مش مشكلة خالص. عند علامة الترس اللي تحت دي، مكان ما الاقي Drafting and Annotation انا هغيرها، هخليها 3D Modeling. هدوس عليها دلوقتي وهستنى الاوتوكاد، هتلاقيه بيعمل لودنج كده اهو. البرنامج عمل لودنج ولقينا الواجهة هنا من فوق اتغيرت. عندي هوم زي يعني نفس التاب نفس الاسم، لكن الاشكال اللي فيه اتغيرت تماما. على فكرة اللاين والبولي لاين والدايرة موجودين عندي هنا في مكان درو، لكن ما بقوش هما الحاجة الأساسية. ليه؟ لأن أنا أساسا تركيزي دلوقتي على الرسم ثلاثي الأبعاد. طيب بعد ما جيت وغيرت واجهة البرنامج، أول حاجة قلبتها لل 3D، أنا لسه قدامي السطح اللي أنا برسم عليه 2D زي ما هو، زي كأنه ورقة مفرودة قدامي وانا برسم. حتى لو باصين هنا تحت على الشمال هتلاقوا المحور اكس والمحور واي، او اللي هم سين وصاد، اللي هم بيرمزوا لاتجاه اليمين يعني بمشي الناحيه دي وبمشي لفوق، فوق وتحت ويمين وشمال، لان يعني انا عندي بعدين بس في الرسم اللي هو ثنائي الابعاد. بعد ما انا قلبت الشكل واجهة البرنامج 3D، لو جيت قربت هنا من الجزء اللي عندي على اليمين ده ألاقي ظهر لي علامة بيت كده. لو أنا بعيدة هي مش ظاهرة، لكن لما بقرب بتظهر، وأول ما أضغط عليها هلاقي الواجهة بتاعت البرنامج أو المكان الرسم بتاع البرنامج اتقلب، وبقى عندي 3 محاور جم لي هنا في نص الشاشة. بقى عندي إكس وواي وزد. الإكس لسه زي ما هو بيرمز لليمين والشمال، والواي بيرمز يعتبر فوق وتحت، او هنا دلوقتي يعني بقوا بعدين الاثنين ثنائيين الابعاد. وبعد كده يعني لو ده الطول وده العرض فعندي الزد بقى الارتفاع، وده الحاجه الجديده دلوقتي اللي زادت عندنا في الرسم الثلاثي الابعاد. طيب بعد ما قلبت الواجهه هنا 3D، باجي ابص هنا على اليمين على المكعب اللي على اليمين ده، لقيت شكله اتغير تماما. انا هرجعه زي ما كان في الاول في الرسم الـ2D، كان بيبقى على طول عندي المنظر هنا على طول العلامه الموجوده التوب والمحورين اللي عندي اكس وواي. اول ما جيت ودست على الهوم ده الموضوع المحاور اتغيرت، بقى شفت المحور الثالث اللي هو محور زد، يعني كان هو يعتبر مش ظاهر عندي في الشاشه، كنت كاني شايفه ورقه ثنائيه الابعاد. انا دلوقتي بقيت شايفه مسطح ثلاثي الابعاد، او يعني فراغ انا لسه هرسم فيه حاجات ثلاثيه الابعاد، وبقيت شايفه المكعب هنا في الجنب ده شكله اتغير. المكعب ده مكتوب عليه توب فرونت وليفت. توب يعني توب يعني السطح اللي من فوق، السطح العلوي، والفرونت اللي هو الامامي، واللفت اللي هو الجانبي، زي ما كنا أخدنا في المساقط. زي ما كنا أخدنا في المساقط إنه المسقط الأفقي، المسقط الأمامي، المسقط الجانبي، فهم دول نفس الشيء. لو ده مكعب كده قدامي فدي كأن دي المساقط بتاعته مكتوبة عليه من هنا، أو الأوجه بتاعته. طيب لو جيت عايزة أرسم أول شكل عندي في البرنامج، انا هاجي هنا عند التاب اللي اسمه هوم، هدوس على بوكس، وهاجي هنا في المكان الفاضي ده دوست اول كليك بوكس، ايوه كده، ودوست اول كليك
ابتديت اتحرك هلاقيه بيرسم معايا مستطيل شكله عادي جدا. لو دوست تاني كليك انا كده حددت شكل المستطيل اللي انا عايزاه. هاجي اتحرك تاني هلاقيه بيزود لي البعد الثالث اللي هو الارتفاع. انا لو مشيت الناحية دي لتحت هيبقى الارتفاع بالسالب على محور زد يعني، ولو مشيت لفوق هيبقى الارتفاع بالموجب على محور زد. تمام لغاية هنا. هاجي انا برضو بعمل زوم ان وزوم اوت عادي بالعجلة بتاعة الماوس، السكرولينج يعني بتاع الماوس عادي خالص. وجيت قربت على الشكل بتاعي تاني، مكان ما بقف بالماوس بيعمل زوم على المكان ده، لو جيت هنا بيعمل زوم على المكان ده زي ما كان بيعمل في ال2D تماما. دلوقتي المكعب اللي هنا عندي ده لو دست على اي جزء منه هلاقي المكعب اللي انا رسمته او متوازي المستطيلات اللي انا رسمته والشكل ثلاثي الابعاد اللي انا رسمته بيتغير، يعني كاني بمسك الشكل اللي انا رسمته ده وبحركه. بحركه ازاي؟ باستخدام المكعب اللي هنا عندي على اليمين. فمثلا فلنفترض ان انا عايز اشوف واجهته الاماميه، هاجي هنا على المكعب اللي على اليمين ده وادوس فرونت، بقيت شايفه الوجه ده بالظبط كانه مسقط، بقيتش شايفه البعد الثالث، بقيت شايفه محور زد ومحور اكس ومحور واي عندي اختفى تماما. لو جيت من هنا دوست على السهم اللي بالجنب ده، بصوا على الكتابه اللي هي فرونت دي بقت اسمها رايت. وخدتوا بالكم مقاس المستطيل اختلف ازاي؟ هو الاول كان بالعرض كان كبير كده اهو، جيت على رايت المقاس صغر لان انا شفت الجانب بتاع متوازي المستطيلات بتاعي الاوجه بتاعته كانت مش متساويه. لو جيت عايزه ارجع للشكل القديم او الفيو القديم اللي انا كنت فيها ادوس على الهوم تاني بيرجعني لنفس الشكل، بكون شايفه التوب والفرونت واللفت. وممكن اجي ادوس، شايفين الكورنرز دي؟ مثلا لو دوست على الكورنر اللي في الجنب اللي تحت خالص ده، كورنر الزاويه يعني، بيقوم موريني الزاويه دي من الشكل بتاعي. ممكن ادوس على باتن فيقلب لي الشكل تماما. نفس الفيو ده انا هقدر اشوفه من التوب كده اهو، يبقى التوب والبوتوم هما مقاسهم زي بعض في الشكل ده، عشان كده بشوف نفس المستطيل. طيب عايزه ادوس مثلا على الكورنر ده الزاويه دي، بلاقيه راح مرجعني الناحيه دي. ممكن الف للكورنر التاني، ممكن اروح الناحيه دي اشوف هنا انا كده شايفه ثلاث اضلاع، هنا بركز على الضلع ده وده بس اللي هو التوب والرايت. اجي هنا اقف في الكورنر تاني اشوف ثلاث اضلاع، لو جيت هنا هشوف ضلعين بس، وهكذا. انا هرجع للهوم تاني و هوريكم النقطه دي كمان. دلوقتي انا لما رسمت المكعب ده، المكعب ده انا شايفه اللي جواه، يعني انا شايفه الثلاث اضلاع اللي قدامي وكمان هم شفافين فانا شايفه الاضلاع اللي وراهم. فانا عندي هنا فوق على اليمين على الشمال عفوا مكتوب 2D wire frame. wire frame الواير ده اللي هو ترجمته الحرفيه يعني سلك. يبقى انا اي شكل انا برسمه بكون شايفه كان دي الاسلاك اللي هو مشدود عليها. لو تخيلت ان هو حاجه بتتنفخ مثلا او حاجه كانه جلد مثلا مشدود على هيكل، فده الهيكل بتاعه بيكون الواير فريم ده. انا دلوقتي المستطيل ده او متوازي المستطيلات ده هو اصلا مصمت مقفول زي المكعبات مثلا الاطفال بتلعب بيها او زي الطوب بتاع البنا مثلا. فأنا ممكن عشان أبيو الشكل ده بشكله الحقيقي ممكن أدوس على رياليستيك. هو في الحقيقة عامل إزاي؟ هو مقفول، هو مكعب أو متوازي المستطيلات مصمت تماما. أنا يعني مقدرش أحط حاجة جواه لأن هو مقفول، اسمه سوليد. حتى بصوا دلوقتي لما بقف كده بالماوس بيقول لي 3D سوليد، شكل سوليد شكل مقفول ومجسم 3D، مش خط، مش عبارة عن خط أو أي حاجة 2D زي اللي كنا بنرسمه قبل كده، ده دلوقتي 3D مجسم. ممكن هنا أجي تاني أغير الأشكال دي، مثلا عندي الـ shaded with edges بيبين لي الـ edges اللي هي الخطوط اللي اتحددت بالأبيض دي دلوقتي، دي مثلا بتساعدني بعد كده لو أنا باجي أعمل تعديلات في الشكل أبقى شايفة في الـ edges بتاعته عاملة إزاي،
لو مثلا ممكن اقسم الواجهة دي مثلا الفرونت هنا ده اقسمه 2 اقسمه 4 وهكذا، بشوف الادجز دي. ممكن اخليه سكتشي لو كانها خطوط كتير متداخلة، سكتشي ده اللي هو كاني رسمه بالايد، يعني الخطوط شكلها كانها مش منتظم شوية. ممكن اخليه كل دي يعني اختيارات، conceptual بيحط لي الوان مختلفة، الهيدن كان زي الواير فريم بس خفي لي الخطوط او الاضلاع اللي مش باينه. لو ركزت دلوقتي مع الهيدن وال2 دي واير فريم هتشوفوا الفرق ما بينهم. ده الواير فريم كل حاجه باينه، كان المجسم بتاعي شفاف تماما، كاني شايفه بس الاسكيلات بتاعه الهيكل بس بتاعه. لكن لو دوست هيدن بيقوم خافي الاضلاع اللي مش ظاهره عندي. ممكن ادوس الشيدد، ممكن ادوس شيدد للادجز، كل واحد وهو حسب هو بيستريح في ايه وهو بيشتغل. نخلي ده الواير فريم تاني. اكس راي، اكس راي ده بيظلل الشكل وفي نفس الوقت الاكس راي اللي هي الاشعه، فالاشعه زي ما بتورينا كده الحاجات اللي جوه جسمنا، العظم اللي جوه جسمنا، فهو برضو المجسم موجود وفي نفس الوقت موريني الهيكل اللي جواه او الخطوط اللي مره جواه. انا هرجعه مثلا نخليه هيدن مثلا دلوقتي او 2 دي وير فريم، الاثنين مش مشكله. طيب طيب بعد اما جينا رسمنا المستطيل ده، لو فتحنا هنا تحت امر بوكس دوسنا على السهم هنلاقي بقية الأشكال اللي هي جاهزة عندي في البرنامج أقدر أستخدمها على طول. فمثلا السيلندر اللي هي الأسطوانة عشان أرسمها برضو بضغط كليك، بعد كده بحدد الديامتر بتاعها أو اللي هو القطر بتاعها، وبعد كده بطلع الارتفاع بتاعها. طبعا هي دلوقتي في الواير فريم شكلها غريب جدا، فممكن نخليه دلوقتي اللي هو الهيدن كده بقى شكلها حقيقي شوية، أو ممكن نخليه اللي هو الريالستيك. تمام حلو جدا. الريالستيك ده ممكن يكون تقيل شوية على بعض الأجهزة لو الأجهزة كارت الشاشة بتاعها قديم شوية أو إمكانياته أضعف، فلو الريالستيك متعب الشيدد وذ إيدجز ده يعني كافي جدا، مناسب جدا وكافي جدا. طيب دي الأسطوانة. بعد كده عندي الكون اللي هو المخروط، برضو بقدر أرسمه، بحدد نقطة البداية وبعدين بحدد النص القطر أو القطر كامل، وبعد كده بحدد الارتفاع بتاع المخروط سواء همشي لفوق أو لتحت. عندي سفير اللي هي الكرة، عندي جاهز. أوكي. عندي البيراميد اللي هو الهرم شبه المخروط لكن قاعدته مربعة، يعني الاثنين بيطلعوا على شكل مدبب أو على نقطة واحدة، لكن الهرم قاعدته مربعة، المخروط قاعدته مستديرة. عندي الوج اللي هو المنشور قاعدته برضو بتكون مربعة، بعد كده مثلث قائم و بطلع بالارتفاع اللي انا عايزاه. عندي ايه تاني؟ عندي التورس او اللي هي زي الدونت بتكون كأنها حلقة بالشكل ده، انا بقدر اتحكم في القطر الداخلي والقطر الخارجي بتوعها. طيب دلوقتي انا رسمتهم دول بمجرد النظر زي ما كنت برسم في ال2D الاوتوكاد ال2D بالكليكس كده اللي هو ابدا ريكتانجل. على فكره انا ما اقدر ارسم 2 دي عادي جدا وانا في واجهه ال 3 دي، يعني انا دوست دلوقتي ار اي سي اقدر ارسم ريكتانجل عادي. فانا مثلا وانا برسمه كنت برسم كده اهو وبتحرك بالماوس، دوست اول كليك دلوقتي دوست الكليك الثانيه هيظبط معايا الريكتانجل. طيب لو انا دلوقتي برسم بوكس انا برضو دوست ادي كليك ادي الكليك الثانيه، يعني انا دلوقتي ادي طول عرض بثبتهم وبعد كده بطلع بالارتفاع بتاعي. طيب لما كنا بنحتاج نرسم ريكتانجل بمقاسات محددة كنا بنقف كده
ده مش بيرسون ده اسيت. اوكي، وكنت باجي ارسم ريكتانجل بابعاد محدده، مثلا اقف هنا وبدوس ات واقول مثلا 50 كوما 80 واقوم رسمه المستطيل. تمام كده. يبقى لو جيت است هنا اهو، دوس الدايمنشن بتاعتي ادي ده 80، دايمنشن تاني ده كده 50. تمام. طيب انا دلوقتي عايزه ارسم البوكس بنفس الطريقه بالمقاسات، فاقوم دايسه على امر بوكس وبعدين اتبع يعني الخطوات اللي طالعه لي هنا تحت في الكوماند لاين. فاول حاجه بيقول لي حددي الفيرست كورنر، وعندي اختيار السنتر اللي هو المركز. انا هحدد الكورنر عادي، وبعد كده لما بتحرك بلاقي ان انا لو مشيت كده بقدر اتحكم في الطول، وامشي كده اتحكم في العرض، او اتحكم في الاثنين مع بعض. فبيقول لي انت عايزه ان هو يكون مثلا كيوب ولا عايزه تحددي الطول بتاعه. انا لو قلت ان هو كيوب، انا دلوقتي خلي بالكم كنت ممكن اخليه طويل كده ازاي او عريض بالشكل ده، لو دوست كيوب هلاقي ان هو خلاص المكعب اللي هو الكيوب الطول والعرض والارتفاع كلهم قد بعض، عشان كده هو راح مثبتهم وخلاص خلى لي الشكل 3D. ودلوقتي انا بتحكم بتحرك بالماوس، بصغر بكبر زي ما انا عايزه. المهم ان الثلاث اضلاع بيتحركوا او بيتغيروا مع بعض في نفس الوقت. فمثلا لو انا جيت هنا ورحت دايسه 50 على الكيبورد ودوست انتر، خلاص هو راح راسم لي كيوب الطول والعرض والارتفاع بتوعه 50. دوست دايمنشن وابتديت اقيس، ادي الديستنس 50، الارتفاع 50، ناقص الضلع ده يبقى الضلع ده، كل الاضلاع عندي 50. تمام كده. طيب نيجي تاني نرسم بوكس، ندوس كليك. المره دي انا مش هخليه كيوب، انا هكتب الطول والعرض. فاول حاجه بيقول لي انت عايزه الكورنر التاني ولا عايزه تحددي اللينث، فانا هختار اللينث وهقوم قايله له مثلا 90. اوكي، طبعا هو اتحرك على حركه الماوس بتاعتي، انا ممكن ارجع تاني فيها، ما كنتش ماشي على الاضلاع على بولر، يعني بولر تراكنج اللي هي مش زاويه صفر ولا 90، انا كده بقيت ماشي عليها. وهقول له ال وانتر عشان اختار اللينث، هتحرك تاني مع الماوس مش مشكلة. أقف هنا كده وأقول له 90، خلاص أهو اتحرك رسمه في الاتجاه اللي أنا كنت واقفة فيه بالماوس، اللي هو الخط الأخضر اللي بينور ده لو فاكرينه، البولر تراكنج. ودلوقتي بيقول لي specify ال width اللي هو العرض، يبقى أنا حددت الطول فاضل لي العرض. العرض مثلا أخليه 50 وأدوس enter. دلوقتي بيقول لي حددي بقى ال height الارتفاع اللي أنت عايزاه، هقول له مثلا 20. فبقى عندي البوكس بتاعي رسمته بمعرفه المقاسات بتاعتي كلها زي ما كنت بعمل في الريكتانجل بالظبط، بس المره دي على البوكس. ادي كده 50 وانا بقيس هنا 90 والارتفاع بتاعي 20. لحد هنا ان شاء الله مفيش مشكله. طيب بعد كده عايزين نشوف مثلا البوكس ده وانا برسمه رسمته في مكان غلط او الاتجاه بتاعه مش مظبوط، وعايزه اعمل له روتيت. اما بعمل له سيلكت كده بالشكل ده، انا ممكن عادي جدا ادوس ار او وانتر واعمل سيلكت للشكل وابتدي احدد البيس بوينت والف الشكل بتاعي. بس واخدين بالكم من حاجه، انا مهما بتحرك بالماوس هو الماوس بيلف حوالين محور زد، يعني هو المكعب ثابت وبيلف كده اهو يمين وشمال، لكن مش بيتشقلب فوق وتحت كده اهو. ليه؟ لان امر روتيت اللي هو ار او اللي اختصاره ار او وانتر، ده خاص بالرسم ال 2 دي او بيتحرك على محور الاكس والواي. لو انتم شايفين هنا المحاور عندي على الشمال، هو دلوقتي بيتحرك على محور اكس وواي، ملوش دعوه خالص بالزد. مهما رفعت الماوس لفوق هو مش بيقرا اصلا الاتجاه ده.
طيب اعمل ايه عشان احركه على المحور اللي هو الزد؟ لو جيت عملت سيلكت للشكل بلاقي انه طلع لي الجزمه دي اللي هي الثلاث اسهم دي اسمها الجزمه اللي هي وحده التحكم في الشكل بتاعي ده، اي شكل هختاره بيطلع له الجزمه دي. تمام، انا دلوقتي اخترتهم كلهم، انا هختار ده بس تاني، وهلاقي انه هنا عندي وانا في التاب بتاعهم عند قائمة modify هنا في علامة صغيرة مكتوب عليها 3D move، وبعدين تحتها 3D rotate، وتحتها خالص 3D scale. هاجي اختار 3D rotate واشوف ايه اللي هيتحرك. لو بصيتوا على المكعب بتاعي هنا، انا هختار دلوقتي الروتيت، الشكل بتاع الجزمه بتاع وحدة التحكم بتاعي تغير تماما، بقى عندي الاخضر ده بيرمز للمحور لو شايفين هنا محور واي، الاحمر ده لمحور اكس، والزد ده لمحور، والازرق ده لمحور زد. طيب انا عرفت منين؟ انا لما بقرب كده اهو مبدئيا طلع اكس جنب الماوس بالظبط، لما بقرب هنا ما ظهرتش لسه، شايفين حتى الخط الازرق اللي بيطلع بالطول ده، ده محور زد، معناه ان انا لما اجي اعمل روتيت انا دوست دلوقتي كليك هيبتدي الشكل بتاعي يتعمل له روتيت، يتحرك يلف معايا بيدور حوالين المحور اللي هو زد ده اللي هو الازرق اللي ماشي بالطول ده. دلوقتي انا عندي خط وهمي كده ظهر لي في الشاشه، ممكن اقوم كاتبه على الكيبورد 20 او ممكن ادوس كليك في اي حته. دلوقتي هو لف بزاويه 20، لو جيت ودوست كليك على المحور اللي هو الجزء الأحمر دي الدايرة الحمراء دي هلاقيها يتحرك حوالين الخط الأحمر اللي نور هنا ده اللي هو محور إكس. لو بصيتوا هنا على شمال الشاشة تحت خالص بتلاقوا المحاور طالعة، والمحاور دي ألوانها ثابتة عندي في الأوتوكاد هنا، فعلى طول الإكس هو الأحمر، الزد هو الأزرق، والواي هو الأخضر اللي هما هنا تحت على الشمال. والمؤشر بتاعي لو فاكرين في ال2 دي كان عبارة عن علامة زائد، علامة الجمع كده اهو، وكان لونه أبيض، دلوقتي هو عنده ثلاث اتجاهات وباخدين الثلاث ألوان بتوع المحور هنا. طيب أنا دلوقتي لو جيت وقفت على اللي هو الدايرة الحمراء دي بلاقي راح في خط أحمر منور لي، وأنا عارفة دلوقتي إن الخط الأحمر ده بيرمز لمحور إكس. لما أجي أدوس كليك هلاقي إن المكعب بتاعي بيلف حوالين محور اكس بس، ما بيلفش حوالين اي محور تاني. تمام، ولو دوست على الواي ممكن دوست على الاكس تاني اهو، شفتوا دلوقتي الخط الاخضر الوهمي اللي ظهر ده، اما ابتدي الف هلاقي المكعب بتاعي بيلف حوالين محور واي. ممكن يعني مجرد النظر ده بيكون بيخدع شوية، لان الرسم ال 3 دي بيكون يعني ممكن بعض الزوايا تخدعنا، زي ما بيكون في خداع بصر كده مثلا في بعض الرسومات وكده، ف صعب ان احنا نحكم بعيننا، لكن لما بنقيس على المحور كده اهو نبقى شايفين احنا بنتحرك، مثلا هتحرك زاويه بزاويه 20 برضو على محور واي. طيب انا عايزه دلوقتي، انا مثلا مش حاسه او مش متاكده ان انا عملت روتيت على محاور ثانيه غير الاكس والواي، انا عايزه اشوف التاثير بتاع الاشكال دي. اجي اعمل ايه؟ انا ممكن ابص على المساق التاني، عايزه اتاكد، اجي ابص على المساق هنا تاني، ادوس مثلا على الفرونت. في الفرونت في الاول خالص اول ما رسمت كان لما بدوس على الفرونت كان بيطلع لي شكل زي ده، ممكن ناخد دور كده عادي، كان بشوف وجه مربع او مستطيل، بدوس رايت بشوف برضو وجه مربع او مستطيل، وبدوس برضو في التوب بشوف نفس الشيء. لكن دلوقتي المكعب بتاعي ده عشان انا حركته على جميع المحاور الشكل بتاعه اختلف تماما، يعني دلوقتي انا لما بقيت ابص عليه مسقط افقي مثلا هو معمول له روتيت على المحور، هو مبقاش مظبوط، مبقاش موازي للمحاور بتاعتي، وعشان كده ما بقيتش شايفاه الوجه بتاعه مثلا مربع او مستطيل منتظم، لا بالعكس انا بقيت شايفاه شايفه كذا ضلع، يعني ببص من فوق مسقط افقي بكون شايفه كذا ضلع في نفس الوقت.
مثلا ابص باك شايفه كذا ضلع في نفس الوقت، عكس المستطيل اللي انا رسمته الاول ده من غير ما اعمل له روتيت خالص. طيب وقلنا ازاي نتحكم في الاشكال، او ازاي نعمل نلف حوالين الشكل باستخدام المكعب اللي هنا ده، زوم ان زوم اوت عادي جدا بالسكرول. طيب في حاجه تانية اسمها اوربت، بلاقيها ظاهره لي هنا، اللي هي الاختصار ده اللي هو سهم وحواليه سهم تاني بيلف حواليه بالشكل ده. انا لو اخترته اقدر امسك الشكل او امسك يعني الفيو عندي ده كله والف حواليه، احركه، عايزه ابص عليه من فوق، عايزه ابص عليه من تحت، عايزه الف يمين شمال وهكذا، زي بالظبط ما بمسك واحرك من المكعب. حتى لو بصيت على المكعب هتلاقوه بيتحرك، ادي كده بوتوم توب ليفت فرونت، لكن مش بعرف اظبط المسقط تماما. فلو عايزه اظبط المسقط بدوس على طول على الفرونت، ده اسهل بكتير. ادوس على السهم الصغير ده الاقيه راح لف لي الكيوب بتاعي، يلفه تاني، يقف في الزاويه، يجيب لي الثلاث اضلاع مع بعض وهكذا. طيب امر اوربت برضو دي اختصار تاني، لو انا بشتغل مش لازم كل شويه اجي ادوس هنا من يعني من القايمه اللي في الجنب دي، انا بدوس على شيفت والزرار اللي في نص في الماوس، العجله بتاعت الماوس، وبلاقي نفس المؤشر ظهر لي تاني على الشاشه، وبقدر ان انا اعمل اوربتنج للشكل، يعني بتحرك في الثلاث اتجاهات اكس واي وزد، الف الشكل بتاعي زي ما انا عايز. تمام بالشكل ده. اوكي لو العجله عندكم يعني تقيله شويه فهيكون اسهل ان انتوا هتدوسوا هنا في الجنب ده، الزرار اللي في الجنب لما بندوس عليه بنتحكم باللفت كليك عادي جدا. تمام بعد كده انا ممكن برضو لو القائمه اللي عندي دي قفلتها لاي سبب او اختفت مش لاقياها، انا ممكن ادوس في الكوماند لاين برضو، ادوس اوربت وما بين قوسين طالع لي 3 دي اوربت، وهو نفس الامر برضو بقدر ان انا اعمل بيه اوربت الف حوالين الشكل بتاعي زي ما انا عايز. وزي ما قلنا لما بعمل زوم ان وزوم اوت، مكان ما بحط الماوس بيعمل زوم ان على الجزء اللي انا عايزاه بالشكل ده. بتأكد إنه تحت المكعب عندي في القايمة دي أو يعني العلامة الصغيرة دي مكتوب WCS، دي اللي هي الـ World Coordinates أو الإحداثيات الخاصة بالعالم كله اللي هي X Y و Z، بتأكد إن هو مختارها لأن هي ساعات ممكن تتغير منكم بالغلط، فبتأكد إن أنا واقفة عليها ألاقي المحاور بتاعتي مظبوطة، الـ Z لفوق، الـ X الناحية دي، والـ Y الناحية دي وهكذا. طيب إحنا دلوقتي الزوم هيقفل وهنرجع نكمل تاني.